انتبه اشقال انتبه اشقال مرحبا مين مرحبا اياد. باش نحكيو على صندوق النقد الدولي كما قلنا بكري ووثيقه اعلان النوايا المقدمه لصندوق النقد الدولي اللي كان اعلن عليها وزير التجاره الاسبق محسن حسن البارح في تصريح الاي اف ام. قال اللي فما الوثيقه هذه واللي كان صح عليها رئيس الجمهوريه. خلينا نبداو الحكايه من الاول كيفاش صارت. أعتقد أن الوفد التونسي مشى للقاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما مشاش يديه فارغة. أيوة. مشى في اعتقادي وهذه معلومات أعتقد أنها جدية. الوفد التونسي هذا الملف كاملا فيه الوثائق المطلوبة وخاصة رسالة النوايا التي طلب صندوق النقد الدولي أن يقع إمضاؤها من قبل سيد رئيس الجمهورية وسيد محافظ البنك المركزي. والرسالة هذه حسب معلوماتي فيها التزام تونس للقيام بإصلاحات اقتصادية، ورد جزء منها في قانون المالية. يمكن أن نذكر الالتزامات اللي خذتها الدولة التونسية على عاتقها. أيوة. في مجال الإصلاحات، إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمن يستحق، وهذا ورد في قانون المالية عندما خفضت الدولة نفقات الدعم ب 26%. أيضا بالنسبة للمحروقات، التدرج في الوصول إلى حقيقة الأسعار واعتماد آلية التعديل الآلي. أيضا مسألة التشجيع على التقاعد وإصلاح الوظيفة العمومية والتقليص من كتلة الأجور، بالإضافة إلى أنه فما التزام لتونس في اعتقادي للتفويت في بعض المساهمات في بعض المؤسسات العمومية. دونك هذا الكلام اللي قاله محسن حسن البارح واللي كان فيه البارح في التاسعة رياض جراد وكيف كيف للتاب مصدر من رئاسة الجمهورية في خصوص معناتها المؤشرات الإيجابية من منتدى دافوس والانطباعات الجيدة اللي كانت هناك. فهذا صحيح لأنه الوفد التونسي الذي توجه إلى هذا المنتدى معناتها قام باجتماعات ومحادثات على أعلى مستوى مع عدد من رؤساء الحكومات ومع عدد من ممثلي الصناديق المانحة، لكن الكلام اللي حكاه من بعد الكل غلط. سي محسن حسن وأنا نستغرب أنه إشاعات يتم تسويقها وترويجها وتصبح محل تداول تصدر كمعلومات من إنسان معناتها من يفترض أنه إنسان مسؤول. هذه الرسالة التي يتحدث عنها السيد محسن حسن الممضات من طرف رئيس الجمهورية والتي سلمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في دافوس هي رسالة غير موجودة، وهذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهذه الرسالة موجودة فقط في ذهن سي محسن حسن. هو تأكيدا لكلامك رياض، فقط منذ لحظات مصدر من رئاسة الجمهورية ينفي أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد كان وقع على أي وثيقة تتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. بالحق معناتها أنا نستغرب خاصة من ناس مسؤولين ومن ناس اطلعوا بمسؤوليات سامية في الدولة وكانوا وزراء أنهم أثناء الليل وأطراف النهار يروجوا في إشاعات. كي تسمع السيد محسن حسن وكأنه معناتها حط روحه كناطق رسمي باسم الحكومة أو ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية. هو علاش ما فماش ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة اللي ما تحكيش بالكل مع وسائل الإعلام في تونس؟ باغ كونتخ تلقى روحها دون لوبليغاسيون باش تحكي مع الصحفيين في الخارج كما شفنا في منتدى دافوس. محسن حسن البارح يعاود يوضح يقول لقيت المعلومة هذه معلومة إمضاء رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي على وثيقة إعلان النوايا المقدمة لصندوق النقد الدولي من جهة مالية دولية ذات مصداقية، وقد قدمت هذه المعلومة على سبيل الاستبشار والتفكير. أما وقد كذبت رئاسة الجمهورية الأمر فلا يسعني إلا تصديقها وسحب المعلومة. هذه في تدوينة ديه البارحة في الليل. محسن حسن، قبل ما نمشي شنو قال محافظ البنك المركزي قبل واكف كيف خبراء آخرين، شنو رأيكم في البوليميك هذا يا إياد وأمين؟ أنا بصراحة البوليميك هذه ما نفهمهاش. علاش ما نفهمهاش؟ على خاطر كيني حاجة جديدة مسألة رسالة النوايا. رأوا نوضحوا رسالة النوايا هي سي أن دوكيمون أوفيسيال سبق إنه الحكومة التونسية في اتفاقات سابقة إنه عملت رسالة نوايا على ما نتذكر إنه قبل كان يوقع فيها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. فما كلام اليوم على إنه المطلوب إنه يوقع رئيس الجمهورية، ما فما حتى تأكيد للموضوع هذا، ولكن في نظري أنا ما يغير حتى شيء. سورلفو علاش؟ خاطر في الأخر تونس هي اللي تصحح.
هل طلب صندوق النقد امضاء رئيس الجمهورية؟ ماهيش ثابتة المعلومة، برشا ناس حكاوها، برشا ناس كذبوها، اليوم ما فما حتى مصدر رسمي يأكد هذا. ولكن أمين شنو اللي باش يغير؟ هو كيف يصح وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، هي تونس اللي صحت. لكن في الوضع الحالي رئيس الجمهورية حاجة مهمة، لا نشوفوا اللي هي أنا اللي وين نتقلق؟ نتقلق وقت اللي يتم النفي بطريقة كيني حاجة عيب باش نعمل. هو شوف، يا إما اليوم نقولوا رأي تونس صحت أترافير المؤسسات متاعها الحكومة وإلا رئيس الجمهورية، وإلا زادة كان الاتفاق خايب ما نصحوش حتى حد ما يصح، مش كانوا خايب مثال شي صح فيه كان وزير. على خاطر اليوم أنا بالنسبة لي كيف يصحح وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، تونس هي اللي صحت، دونك كاين نجلة بودن صحت وكاين قيس سعيد صحت. هذا بالنسبه لنا لكن التصرف جوست بشغلك. يعني تتصور انت غدوه يقول بعد ما مثلا فرضا صحت وزيره الماليه ومحافظ البنك المركزي، تصور انه يجي نهار رئيس قيس سعيد يقول لا انا مانيش موافق على الكلام اللي صحوا عليه، ما نتصورش، لانه ما فما حتى منطق ما ينجموا يصحوا الا بالموافقه نتاعو. دونك البوليميك هذه كلها ما عندها حتى ما ما تراش انه لو فات اللي رئيس الجمهوريه توضح للتاب وتقول راهو الرئيس ما امضاش، ياكد اكثر انه امضاء لازم باش تكون وثيقه النوايا بالحق. خاطر اذا كان هو اليوم ينفاها، وهي اذا كان صحت فيها وزيره الماليه ومحافظ البنك المركزي بالنسبه لرئيس الجمهوريه ماهيش ما ينجمش يلتزم بها، والصندوق يولي بالحق هو شرط امضاء رئيس الجمهوريه. شوف هذه مسائل ما تتخباش، راهو اليوم تدخل الموقع صندوق النقد الدولي تو تلقى النوت دانتونسيون اللي صح فيها وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي في 2016. دونك غدوه باش تخرج الوثيقه هذه من صندوق النقد الدولي، ما يخدمش بوراق تحت الطاوله وخبي لي هذيك. لا بديل بعيد، لا 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 اون فوا يصادق يولي فما اتفاق رسمي يصادق مجلس. لكن نجم نعرفوا المعلومه تو فما تناقض هذه وسط الدوله التونسيه، فما اليوم ما فما حد شيء. نهار اللي مجلس اداره الصندوق باش يصادق مثلا، شفت كان ما تاجلش 19 ديسمبر اللي فات، كان صادق مجلس إدارة الصندوق على الاتفاق، رانا عرفناها الوثيقة اش فيها وشكون صححها، دونك ما تخبيش معلومة كيما هكا. بقى التكذيب، في تقديري التكذيب ما يعنيش بالضرورة تنصل، على خاطر معناتها حكومة ولا رئيس جمهورية يخرج خبر غلط تكذب، حتى ولو انت معناتها تنجم تصحح بعد جمعة ولا بعد 10 أيام، ولكن وقت اللي خرج الخبر غلط من المفروض انك ديما تكذب، مش كان فيه هي. هو بالحق كلامك صحيح، يعني المعلومات لازم تكون صحيحة، ولكن وقت اللي هي تكذب رئيس الجمهورية في حاجة كما قلت انت ماهيش عيب، فهنا نجم نفهموا علاش يتطلب انه يكون مش متعطاش معلومة غالطة. اي معلومة غالطة، لكن شنو الفرق اذا كان شنو الفرق بين رئيس الجمهورية ولا محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية في الحالة هذه؟ ليه بتاتر ما فماش نوت دانتونسيون تبعثت اصلا، خاطر راهو كي نقولوا راهو فما نوت دانتونسيون ديجا تبعثت، رانا وصلنا سي في الامتار الاخيرة نتاع الاتفاق. دونك بتاتر مازال ما فماش نوت دانتونسيون، رسالة نوايا، رسالة النوايا هذيا، وثيقة نوايا. نحكيو على محافظ البنك المركزي، ايامات التالي كان حكى هكايا على باش يصير الاتفاق والا لا مع صندوق النقد الدولي. هو صندوق النقد الدولي راهو اليوم معناها احنا وصلنا على ما يسمى بالستاف ليفل اجريمنت، اللي هو الاتفاق على مستوى الخبراء، وهذا في نفسه معناها انجاز بالنسبه لل، على خاطر في وقت من الاوقات معناها كانت عديد تساؤلات معناها نوصلوا للمستوى هذاك ما نوصلوش للمستوى هذاك. خلطنا وصارت برمجة معناها في 19 ديسمبر، وكما تعرفوا معناها ما صارش، على خاطر احنا بينا ما حبيناش زاد ربما نتعدي اون فورس. ثم اليوم معناها كما تعرفوا قانون المالية مازال ما وقت ما استكملناش، وذاك زاد من معناها يلزمهم هم يراو قانون المالية يتعدى في نفس الوقت. تعرفوا اللي زاد قانون 89-88 حوكمة المؤسسات العمومية زاد ما تعديش، ثم معناها عديد معناها نسميوه احنا زاكسيون بريوريتير مازال ما وصلوش، ولذلك احنا قلنا نوخروا. اما ثم نقاش دائم بينهم وبين صندوق النقد الدولي، وان شاء الله معناها بقدرة الله اليوم اللي قلت كل صار كود القانون المالي تعدى بالنسبة للكذا معناها معناها تناقشنا فيه مع ديبارتمنير سوسيو، ان شاء الله معناها يتعدى في اقرب وقت، وبعد نطلب احنا باش يصير معناها نعق معناها
صندوق النقد الدولي معناه يدرجنا في البرنامج نتاعو. هذا كلام مروان العباسي محافظ البنك المركزي. بعده بالضبط كان علق عليه عزين سعيدان الخبير الاقتصادي في إذاعة جوهرة وقال أنه صندوق النقد الدولي راهو يا يعمل الجلسة يا ما يعملهاش، ما فماش حكاية التأجيل. صندوق النقد الدولي ما عندوش تأجيل، صندوق النقد الدولي يقبل ملف يا يرفضه. وقت لسيد المحافظ يقول احنا طلبنا باش ما نعملوش باساج اون فورس، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كله غير صحيح ولا يستقيم. صندوق النقد الدولي يقولك فما شروط مسبقة لقبول الملف، الشروط كلها لم تكن متوفرة، وأهم شرط فيه، أهم شرط نأكد إلى جانب الشروط الشكلية كلها عند أهميتها، ولكن أهم شرط صندوق النقد الدولي يقولك راهو ما فماش تصويت في صلب الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، فما اتفاق. اتفاق على شنو؟ ما هي حظوظ نجاح أو نجاح برنامج إصلاحات الدولة التونسية؟ وهذا مرتبط بالجواب على سؤال مهم جدا. صندوق النقد الدولي يعطيك جزء من التمويل، عمره ما يعطيك التمويل كله. يقولك عليك أن تعمل على تعبئة الموارد الإضافية اللازمة باش نتأكدوا أنه هناك أطراف أخرى مستعدة باش تساهم في تمويل هذا البرنامج الإصلاحات، وباش يكون عنده ما يكفي من حظوظ النجاح. تونس لم تتمكن من تعبئة الموارد اللازمة لإقناع صندوق النقد الدولي أن هناك تمويل لا لميزانية 23 ولا لبرنامج الإصلاحات. هذه حقيقة الأمر يا سيد الكريم. رافض الجوفرنور يقول مازلت الإمكانية راوش أن يناقشوا هذا الملف. طبعا مازلت الإمكانية، قلت لك رافض. هذا لا يعني أنه فماش إمكانية أن نعود من جديد أمام صندوق النقد الدولي، ولكن بعد تحقيق كل هذه الشروط، وأهم شرط هو تعبئة الموارد، ويبدو لي هذا شرط صعب جدا في ظروفنا الحالية. شنو رأيكي؟ بو أنا ما فهمتش التقرير، معناتها الكلام تاع محافظ البنك المركزي كيما سي سعيدان تأجيل وإلا رفضه، ما فماش الحكاية هذه. فما أنه عنا موعد نهار 19 ديسمبر، ما كنا نجمو نتعداو المجلس الإدارة إلا ما توفر شروط. ما توفرش شروط، نتصور إنه تونس والصندوق حكاو قالوا راهو الشروط مش متوفرة، سي ان كونستا معناتها عاينوا هذا، مش نعاودوا من جديد. اتفقوا على إنه يتنحى من الجلسة هذيك، ونهار توفر الشروط باش يعاودوا يبرمجوه. دونك معناتها البنك المركزي كي يحكي على تأجيل ماهوش غلط كيف يحكي عليه بالطريقة هذه.